السلام عليكم. كما كتشوفوا رجعت باش نقلب على الفيسبوك واش رجع ولا لا. فايتو ما رجعش ديفينيتيفمون. علاش؟ قال لك اودي صافي القرار صدر في حقك. منين كنحلل مزيان عرفت شنو هو السبب الاساسي علاش فيسبوك ما ردوش ليا الكونت، مع العلم انه غير تحديد هويه، يعني عمل روتيني مع الفيسبوك. الاشكال وما فيها الخوت هو انني هاد السميه باش حلل الكونت هذا حليت بها بزاف المرات. هذيك لاكارت ناسيونال تقريبا شي 5 ولا 6 ديال لي كونط اللي حليت، ولا فيريفيكاسيون درت شي 5 ولا 6 ديال الخطرات. سو كي في صافي الروبو قراني جاو دابا قال لك اكسي او بوبليسيتي ديفينيتيفمون. ها ديفينيتيفمون ريستخ ديك اللعبه ديال صافي ما غندوزهاش علينا هاد المره. كاين احتمال ديال نبدل شي حرف، ندير شي لعبه واحده اخرى ونعاود ندوزها عليهم، ولكن هادشي ما كيعنيش انني نبقى زعما معاهم في هذا الاتجاه اللي معكسين فيهم. نشوف لاكارت ناسيونال وحده اخرى ونعاود نكري كونط واحد اخر ونعاود نورميه باللايك والبارطاج والشيرز، نتعامل على اساس انسان عادي حتى يبداو يطلعوا لي لي بوبليسيتي. بمجرد ما يبداو يطلعوا لي لي بوبليسيتي في الفيدز ديالي كنعرف ان فيسبوك بدا كيتيق فيا. ديك الساعه كدير الطريقه اللي قلت لكم ديال كندخل نطلق لا بوبليسيتي كاماتور كانسان مبتدئ، من موراها مباشره كندير راسي غنطلق لابيب كيسد ليا الكونط، كندفع ليه لاكارت ناسيونال ما تكونش مستعمله في بزاف د الخطرات باش ما يطراش لنا بحال هاد الحاله هادي. تدوز يومين الاخوان بالحساب كيرد لك الكونط ماكسيموم الا تعطل ثلاثه، الا في هاد الحاله ديالي انا اللي حليت بزاف د المرات بهاد السميه هادي وبنفس لاكارت ناسيونال، داكشي علاش قال لك صافي ديفينيتيفمون. اذا هذا بالنسبه لي عمل روتيني. هنا فين كتبان الاراده ديال الانسان. انا دابا كانوا الدنيا طرا ليا بحال هكا ما غنفكرش جوج الخطرات، غنسيبريمي هادشي كامل وندخل لهداك الدوسي اللي عندي فيه بزاف ديال لي كارت ناسيونال وغنعزل وحده وغنكري بها كونت فيسبوك وغنورمي وغندوز مباشره عاوتاني البروسيس ديال الفيريفيكاسيون بالاي دي وغيقبلني وغنسباندي شويه في البيرسونيل اكونت وغنكري بيزنس مانجر. هذا هو الروتين اللي غيكون عندكم الاخوان. دابا انا باش نعاود ندير لكم العمليه من الاول، راه سي تان ترافاي كونتيتاتيف، يعني ما صافي باين الطريق، راه نورمالمون كان غيحل لينا هنا الكونت، ولكن حيت بزاف د المرات حليت بهاد لاكارت ناسيونال قال لك ديفينيتيفمون. الوغ نتوما لا طحتو فهاد السيتياسيون، اصلا انسان عنده كارت ناسيونال زعما اول مره غيستعملها فيسبوك ولا حتى ثاني مره يقبلها لك. انا هادي تقريبا شي 5 ولا 6 الخطرات، داكشي علاش فيسبوك قال لك صافي ما دوزاش عندنا هاد المره. غندوزو للسيت اب ديال البيكسل ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشوفو كيفاش كيتسيت اب البيكسل في البيزنس مانجر، وغنوريكم حتى في البيرسونيل اكونت كيفاش كيتسيت اب. سي كيف فيه شنو هو، كيتهزي واحد الكود وكيتحط، لكن في البيزنس مانجر كيعطيك اكسيد دير بزاف الحوايج غنشوفوهم وغنهضروا على البيكسل باش يبقى لنا الفيديو الاخر ديال الاستراتيجي. اذا خليكم معايا باش نشوفو البيكسل كيفاش كيتسيت اب في البيزنس مانجر. السلام عليكم. دابا غنحاولوا نشرحوا الطريقه ديال بيكسل كيفاش كيتانستالا وكيفاش كيتسيطابا على حساب السيطاب الاخر والتحديثات الاخيره ديال فيسبوك. هذا واحد البيزنس مانجر من بين لي بيزنس مانجر اللي كنخدم بهم في البيزنس ديالي الخاص. غنشوفوا لي زوتي اللي كيعطينا. كيعطينا سيدي ادس مانجر، كيعطينا ايفنت مانجر، كيعطينا بيزنس سيتينغز، كيعطينا اد اكاونت سيتينغز، كيعطينا بزاف ديال لي زوتي. هذه اد ايفنتس مانجر هي الخاصه بالبيكسل. انا غندخل من البيزنس سيتينغز، دابا غنشوفوا بزاف الحوايج نشرحهم عند ندوزو البيكسل. اليوزرز هنا من كتقدر تدخل شي ادمين معاك في الكونت ديالك، شي واحد اللي جيري معاك الكونت. قضيه سهله، كتجي لهنا وكدير ليه اد وكتدخل الايميل ديالو كتعطيه اكسي مثلا ادمين، صافي كيولي يتحكم معاك الاكسي كتعطيه ليه كيما بغيتي انت، يكون ادمين في الباج يكون ادمين في الاد اكاونت. هنا البارتنرز زعما تدخل الشريك ديالك حتى هو يولي عنده اكسي. هنا سيستم يوزرز ما كنستخدمهاش كاع عادي. عندك هنا الاكاونت فيها البيج، ممكن تكري باج من هنا، من هنا تقدر تكري باج تاضيها من هنايا. عندك الاد اكاونتس نورمالمون شحال هادي كانوا كيعطيو 5، دابا ولا صعيب يعطيك 5، يعطيك واحد حتى سباندي بيه بزاف عاد يقدر يزيدك الثاني. وعندنا داتا سورسز، هذه مهمه جدا. ها هو البيكسل في المخشب، هذا هو اللي عندنا به الغرض، لكن
بحكم التحديثات الاخيره ديال الفيسبوك ما ولاش كتجيو تسيطابي البيكسل. خاص اول حاجه ديرها هو تفيريفي لو نوم دومين باش غتخدمها، هو دومينز. بحكم هذاك الشيء اللي طرا ما بين فيسبوك والابل داروا هاد التحديثات هادي، ضروري خاصك تفيريفي نوم دومين. ندير واحد الطريقه خفيفه نفيريفيو بها نوم دومين باش تفهموا. نجيو نديرو اد هنا وندخلو غير نوم دومين فقط، نديرو ليه اد اسباس هي الاخرى ما خلاهاش ندوز اسباس، ما دوش ليا نوم دومين باش تعرفوا. راه بنادم خصو يبقى يحاول، انتم شوفوا المشكله هي بسيط جدا، كوبيت وكوليت نوم دومين وجريتو بواحد الاسباس زايده، هذيك الاسباس ما دوزوش، قال لك راه كاين شي مشكل. يعني هذا الشيء الاخوان تيبغي شويه ديال التعنكيش، تيبغي شويه ديال التبرزيط، راه ساهل. ما فهمتيش شي حاجه سير هاو تو كذا، دير كيوردز ديرهم في يوتيوب، احماق تسطر غتلقى الحل. اما الا كنتي على سبه راك تمشي بكري صافي. كيعطيك هنا كيعطيك ثلاثه ديال الطرق باش انك تبين فيه. كيقول لك اد ميتا تاغ تو يور اتش تي ام ال سورس كود، هذه بالنسبه لها خصك ديفلوبر اللي انتيغري لك هادشي في الهيدر. عاوتاني الثانيه حتى هي خصك ديفلوبر شي واحد اللي كيكون في كيفهم في هادشي، ولا من غير ديفلوبر الا شديتي هاد الكلمات المفتاحيه ودرتي عليهم وحده مي هاو هاو تو اد ميتا تاغ تو يور اتش تي ام ال سورس كود مثلا فيسبوك بيكسل، الا درتي هاد الكيورد في يوتيوب يخرج لك ناس دايرين فيديوهات كيشرحوا هاد القضيه هادي. ونفس الشيء لهاد القضيه الثانيه حنا غنخدموا بهاد الثالثه واللي هي اسهلهم. هنا هو تيشرح لك كل شيء، جو تو يور دومين ريجستريت لوج ان تو يور اكاونت كذا، تيشرح لك هو كل شيء، فلود انستركشن كذا كذا. حنا هنا نشدو هذا، ها هو هذا، نديرو لي كوبي، ها هو عاطين قال كذا دير الدي ان اس فين كاين نون دومين ديالك. حنا ديجا شاريينو في نيم شيب، نيم شيب غنمشيو ها هو النون دومين. غنجيو اول حاجه هاد نيم سيرفرس نردوها نيم شيب بيزك دي ان اس، هادي راه ديجا فيريفيتها انايا ضروري، هادي باش يخرج لكم الدي ان اس. غنمشيو لادفانسد دي ان اس، غنمشيو لاد نيو ريكورد. هنا هو راه شارح لك فيسبوك اصلا، شارح لك قال لك ها دي ان اس وقال لك سير تو اد ديس تي اكس تي ريكورد، هادي يعني ها فينا نحتاجوها الاخوان باش تفهموا ان خاصك تكون شويه تتقرا وتبقشش، خاصك تعطي هاد الفورم هادي. هنا راه عاوتاني عاطيك رومارك هنا، ها هي فين قايلها لك، ها هي يو نيد تو لا لا ماشي هنا، ها هي سام دومين ريجستريرز ريكوير د هاد الاروباس هادي سيمبول اند هوست فايل، ها هي هوست. الا جيتي تبعتي الهضره ديال الفيسبوك ها الهوست قال لك راه بعض المرات تيحتاجوا دير اروباس، هاهي درناها سير فيسبوك عطيه. ها انت هنا فيريفي، مجرد ما انك كتفيريفي بهاد الطريقة نرجعو للفيسبوك نشوفو هنا تيعطيك القضية ديال انك دير فيريفي. هاي في الاخر تيقولك كليك فيريفاي دومين، هاهي فيريفي دومين، هاو نوت دومين ديالك راه از فيريفاي صافي دان. ها هو من بعد ما بدينا شنو خاصك دير؟ عادي خصنا نمشيو نسيطابيو البيكسل، بيكسل جد مهم. صافي دابا فيريفينا النون دومين، شنو غيخصنا؟ غيخصنا نجيو لهاد الداتا هادي ونمشيو للبيكسلز. مجرد ما انك كتمشي للبيكسل، دايز عندي لي بيكسل نأضي واحد، ها هو كيفاش تتأضي. غنجي نسميه مثلا انا، نسميه شي سميه، نديرو ليه مثلا السميه هادي، ونشدو هذاك السيت ديالنا اللي هو هذا بلاتي، هاد السيت نشدو نديرو ليه كوبي وغنحطوه هنا وغنديرو كونتينيو. الاخوان حنا دابا كنحاولوا اننا نحطوا واحد لو كود في السيت ديالنا باش فيسبوك يبدا يتبع لينا دوك الناس اللي كيدخلوا عندنا للسيت، باش يعرفهم، باش يعرفهم شنو شكون اللي كيشري شكون اللي ما كيشريش شكون اللي كيشوف، باش يبقى يجيب لك ديما ناس بحالو. هنا سيت اب بيكسل ناو، كيفاش غنسيطابيو؟ يا اما الا كنتي خدام مع يوكان راه بحث نقلبوا عليها هنا اش كاينه، ولا لا ما كايناش مثلا هنا، لا كاينه وو كوميرس هي ما كايناش يوكان،
حنا غنجيو نديرو طريقه واحده اخرى. هذا دابا هو راه تكريا هنا، غير رجعنا فين دانا، دانا هنا. انا غندير اوبن ان ايفنت مانجر، مع العلم ان كاين واحد الملاحظه بسيطه، هاد اد اسيتس ضروري تبركو عليها الاخوان وتشكوشيو على الاد اكاونت باللي راه تابع، تتقول بحال كتقول ليه شتي هاد البيكسل راه تابع لهاد الاد اكاونت وتدير هاد اد هادي. هذا حيت كونت بيرسونيل خدام به ما نديرهاش، ولكن نوريكم الطريقه جد مهمه باش يطلع لكم البيكسل فاش تكونوا خدامين في الفيسبوك، يطلع يبان لكم. الا ما درتوش الطريقه ما غيبانش بحال ما كاينش. هنا كاين اوبن ان ايفنت مانجر، هنا ملي كدير لها اوبن في هذه البلاصه هذه صافي دخلتي البيكسل هنا. هذا هو البيكسل اوفر فيو تيست ايفنت دياغنوستيك هيستوري سيتينغز. انا غنجي ندير كونتينيو بيكسل سيت اب، هنا فيسبوك كونكت، غندير مانيولي ها هو انستال مانيول، غنكوبي مانيول ها هو كوبي، غنجي غنحطو غنجيو لليوكان ونمشي نقلب في ستور، لا ماشي في ستور، في سيتينغز عفوا، ونمشي لأونلاين. هاهو عاطيك هنا فين كتراكي، فين كتدخل ليوكان كتلقى هاهو عاطيك هنا. كاين جوجل اناليتيكس سيتينغ، كاين الناس كيخدمو بجوجل اناليتيكس كيبقى اناليزي الناس اللي دخلوا للسيت كذا. ها هو الفيسبوك بيكسل سيتينغز، هاهو حنا هنا غنديرو هداك لو كود، نقلبو على ها هو الاي دي ديالنا، هاهو شوف غنشدو ندير ليه لق، ونشد هادشي نمسحو كامل وندير ليه لق صافي. هنا بمجرد ما انني مسيطابي بحال هكا نجي ندير سيف باش نتأكد هذا فيه 35 28 في الاخر. غنرجع للفيسبوك نديرو كونتيني تورن اون، بحال هكا تيبدا يطراكي لك الداتا ديالك. شتي ها هو 35 هو واد في 35 في الاول هو هذاك البيكسل. ها حنا هنا نديرو اوبن ايفنت سيت اب تول، مهمة جدا هاد القضية يعني. هنا كيطلب منك تدخل لينك ديال السيت، غنشدو نعطيو لينك ديال السيت هنا. عرفت علاش ما عطانيش؟ لانني انا النون دومين اللي فيريفيت ماشي هو النون دومين اللي حال تنشرح به السيت. انا بغيت غير الشرح هذا الشيء، هذا نون دومين مختلف على هذاك اللي انا فيريفيت به، حيت هذا ديجا فيريفي في جهه اخرى. لكن على العموم كتحط السيت ديالك هنا، اللي كتحطو هنا كدير هاد اوبن ويب سايت صافي، كيتحل الويب سايت ديالك هنا كيطلع لك هذا اللي هي فيسبوك. هذه ضروري تكون عندك فيسبوك بيكسل هيلبر، هذه يا الاخوان وهي واحد ليكستنسيون اللي كتبين لك واش هذاك البيكسل ديالك مسيطابي ولا لا مزيان. انا راه ديجا انستالي عندي هاي فيسبوك بيكسل هيلبر هاي. هاي ديجا انا عندي هادي، بمجرد ما كتدخل مثلا للسيت هذا راه السيت ديالي بيرسونيل كتلقاه مسيطابي. ها هو تيقول لي كونكوار انا مسيطابي الفيسبوك بيكسل مسيطابي كلشي فيه، هذا الشيء راه مزيان كلشي مزيان. بالنسبه ليوكان بمجرد ما انك كتحط هذاك الكود تما صافي، هو راه كيعرف فين كاينه البيرتشيس ديال يوكان. بقى السيتاب الاخرى في السيتاب هي هادي اجريجيتد ايفنت ميزيرمنت، هذه هي السيتاب عاوتاني جديد. هنا كيقول لك فيسبوك وريني شنو هما لي بوطون ديالك، علمني فهمتي، وخاص ديجا تيكون فيريفي نون دومين ديالك وكلشي. كدير مانج دومين لا هنا ردنا ديجا انا فيريفيتو ومحتاجش عاوتاني فيريفي، ستنجي نطلعو ها هو ديجا طالع هنا ها هو. ها هو هاد النون دومين هو لي فيري، راه فيريفي فاش دخلت لهاد اللعيبة هادي لقيتو طالع مانادج ايفنتس ايديت. هنا انا كنعلمو،
انا كنعلمو كندير اد ايفنت وكنقول ليه شنو هي الاولويه ديال دوك لي زيفينمون اللي غيطراكي ليا. كنمشي كنعزل ليش من بيكسل، انا مثلا بغيت مثلا البيكسل الاول ديالي ها سميت البيكسل، كنقول ليه طراكي ليا البوطون داشا هي بيرتشيز صافي. هو منين كدير هاد سابميت هادي كيبقى عاقل عليها، كيولي هو بالانتيليجونس ارتيفيسيال كيجعل من هادي اولويه وكيبقى يجمع لك الداتا على البيرتشيز، وداكشي بار بريوريتي هاي هايست بريوريتي. سكيب في عاوتاني البوطون الثاني نديرها اتو كارت فيو كارت. نورمالمون انا كندير هي بيرتشيز اتو كارت، هو كيعطيك الحق في 8 ديال لي زيفينمون. هكا الاخوان فاش كدير هاد الخطوه راك سيطابيتي البيكسل ديالك كيما بغى الفيسبوك. ها هو راه عاطيك هنا من 1 حتى 8 ال سي في ديري شي جوج صافي كدير سابميت. هذا هو السيتاب ديال البيكسل. البنادم الا شي حاجه ما فهمتيهاش ولا حسيتي بان شي حاجه ما تعمقتش فيها، كيوردات الكلمات المفتاحيه سيتاب بيكسل فيسبوك 2021 طلعوا لك بزاف ديال الفيديوهات تيتوريالز دقيقه جوج كل واحد تيوريك استيوز. الامور راه بسيطه ماشي شي حاجه. كنظن هادشي اللي كاين كونسيرنو السيتاب ديال البيكسل. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الاخر من الفيسبوك اس اللي غيكونوا فيه لي 3 استراتيجي اللي كنخدم بهم انا شخصيا. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.